دونك الجزء الثاني من هذا الامتحان الوطني هو تفاعل حمض قاعده. تعتبر الاحماض الكربوكسيليه من بين المركبات العضويه التي تتكون منها العديد من المواد العضويه المستعمله في حياتنا اليوميه كالاغذيه والادويه وغيرها. نهدف هذا الجزء الى تحديد الصيغه الكيميائيه، وغادي نحطوا لا فورميل ديال شي اسيد كربوكسيل ديال شي حمض كربوكسيلي. عطاونا الصيغه العامه ديالو هي CnH2n+1COOH مع ان عدد ان ينتمي الى ان، يعني غنضرب الزر. والى نفس بعض التفاعلات هذا الحمض مع مركبات اخرى. دونك عطاونا هنا نعطي ام كبيره ديال الكربون، ام ديال الهيدروجين، وام ديال الاكسجين. نحضر محلولا مائيا حجمه 500 لحمض كربوكسيل بإذابة كتلة خالصة ديال 2.3 غرام في الماء الخالص. نأخذ حجما ب 10 ملليلتر من محلول الأس، ونغير بواسطة محلول الماء الهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي. عند التكافؤ لقينا 10 ملليلتر. أكتب معادلة باستعمال الصيغة العامة للحمض، المعادلة المندمجة. دونك هنا لا فورميل جينيرال. دونك الجزء الثاني عندي CnH2n+CnH2n هنايا +1COH. دونك غيتفاعل مع H-، عندنا المعايرة تفاعل كلي. عندنا CnH2n+1COO-+H2O. السؤال الثاني قال لك هنايا ديتيرميني لا كونسونطراسيون CA د لاسيد دون لا سوليسيون اي ريدوير لا فورميل شيميك. دونك قال لك حدد، السؤال الثاني هو حدد تركيز CA في المحلول واستنتج الصيغه الاجماليه. دونك عند التكافؤ حنا كنعرفوا ان اليكيفالون كتكون كمية المادة ديال الحمض كتساوي كمية المادة ديال القاعدة اللي باش دوزين. دونك هادي هي CA فوا VA تساوي CP فوا VPE. دونك حنا بغينا CA هي CP فوا VPE على VA. دونك CP هنا عندنا هي 0.10 في 10 على VA اللي حنا غنقل على VA اللي هي 10. دونك عطينا 0.10 مول لتر موان زان داكو. ونعلم بلي التركيز كيمثل هو كمية المادة على الكتلة، كمية المادة على الحجم، واضح. دونك كمية المادة هي الكتلة على الكتلة المولية في الحجم. علاش غنجبد الكتلة المولية؟ حيت إلا جبدت الكتلة المولية منها غادي نجبد لا فورميل ديال ان. دونك هي ان على سي ا فوا في، لأن بغيت ان ام صغيرة اللي ذوبوهما هي 2.3 على السي ا اللي هي 0.10 فوا 500 في 10 ناقص 3 داكوغ. عطينا هي 46 غرام على المول، هذه الكتلة المولية داكوغ. في الجذع المشترك قريتو كيفاش حدو الصيغ ضروري. دونك إلا بغينا الصيغة العامة ديال هذه الكتلة المولية ديالها كنحسبو لا ماس مولار ديالها. دونك شحال عندي انا من ان هنا؟ عندي هنا ان عندي 12 فوا، عندي هنا ان فوا لا ماس دو كربون زائد 2n+1 فلا ماس مولار ديال الهيدروجين زائد لا ماس دو كربون زائد 2 فلا ماس ديال الاكسجين زائد لا ماس ديال الهيدروجين. دونك الا عوضنا تولي هي 12 ان زائد 2n+1 زائد 12 زائد 32 زائد 1 عطينا هي 14 ان ياك. زائد هنا عندنا دونك هنا عندنا سيدي عندك واحد زائد 46 داكو. دونك
غادي نحلو المعادلة. دابا لا ماس ديال هذاك العنصر ديال هذاك الأسيد لقينا هي 46، دونك عندنا هنا 14 ان زائد 46 كتساوي 46، دونك عطينا 46 مع 46 غنلقاو 14 ان ايكال زيرو، اذا ان ايكال زيرو. دونك في هاد الحالة غيكون هو سي زيرو اش دو زيرو زائد واحد سي او او اش، دونك عطينا هي اش سي او اش، هذا هو حمض الميتانويك. هنا السؤال، علما ان البي اش المحلول هو 2.38 حدد نسبة التقدم، ماذا تستنتج؟ دونك هنا لا رياكسيون مع لو. عندنا هنا غادي نعاودو نصيبو هي اش سي او اش مع اش تو زو تعطينا اش سي او او موان زائد اش تروا او بليس. دونك هنا كنعرفو بلي طو هي اكس اكيليبر على اكس ماكس، دونك اكس اكيليبر هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش تروا او بليس، هي لا كونسونطراسيون ديال اش تروا او بليس فوا لو فوليم. كيما كنعرفو حنا هاد اش تروا او بليس هي 10 على بويسونس موال بي اش فوا لو فوليم. داكوغ، دونك لو اون اكسي، دونك اكس ماكس هي سي ا فوا لو فوليم. داكوغ، نحسبو الطو ديالنا هي 10 على بويسونس موال بي اش على سي ا، هي 10 على بويسونس موال 2.2 على سي ا اللي هي 0.10. دونك هنا يكون عندنا رياكسيون ليميت، تفاعل محدود ولا تحول محدود، فورماسيون ليميت. دونك حدد قيمة الخارج اش سي او موان على اش سي او اش، دونك جوج تلاتة بغينا نحدو هاد الخارج ديال اش سي او موان على اش سي او اش. دونك هاد الخارج هذا هادي كنعرفو عليها هنا هي التركيز ديال اش تروا او بليس، وهادي راه هي سي موان اش تروا او بليس. داكو، دونك بالنسبة لاش تروا او بليس هي 10 اوس ناقص بي اش على سي في 10 اوس ناقص بي اش، ولا هي كاع بغينا نحاوضو هي طوف سي على سي ناقص طوف سي. داكو، دونك واش جينا هي هاديك النسبة اش سي او او موان على اش سي او اش تساوي هي طو على ان موان طو، ونحسبوها. دونك تلاتة تلاتة حدي تحقق، تحقق ان قيمة البي كا. دونك اعتمادا على السؤال اللي قبل، حنا عندنا ان البي ا البي اش كيساوي البي كا ا زائد لوغ ديال هاد النسبة اللي درنا قبل. دونك هاد النسبة هادي حنا لقيناها، لو غينا البي كا ا هي البي اش موال لوغ ديال طو على واحد ناقص طو، ونحسبوها وغنلقاوها تقريبا هي 3.74. سؤال 4، نمزج حجما في ا من المحلول اس مع نفس الحجم في ا من المحلول المائي لإيثانوات الصوديوم لهما نفس التركيز فنحصل على خليط بي اش 24.25، او جي تعبير بي اش خالط بدل بي كا ا و بي كا ا دو استنتج. دونك بعدا نديرو المعادلة المعايرة، دونك غادي يتفاعل عندنا اش سي او اش مع سي اش 3 سي او او موان، عطينا اش سي او او موان زائد سي اش 3 سي او اش. بس دونك حنا لو بغينا نحسبو اهن، دونك حنا نحسبو بي اش راه هي البي كا ا، نوريكم طريقة البرهان ديالها. بي اش راه هي البي كا ا، بي كا ا زائد لوغ نعتبرو ديال ان كيما عطاونا هما، هي التركيز ديال اش سي او او موان على اش سي او اش. بي اش ديال المزدوجة الثانية هو البي كا ا دو زائد لوغ ديال اش ديال سي اش 3 سي او او موان
على CH3 COH. دونك هنا حنا بغينا البي كا ا دو، ولا غنجمع هذه مع هذا، عطينا هي دو بي اتش كتساوي البي كا ا ان زائد بي كا ا دو. دونك كما كنعرفو اللوغ ديال ا زائد بي هو اللوغ ديال هذا. دونك خاصنا هي اللوغ ديال اش سي او موان اللي غنسميوها ا ان موان الاولانية فوا دونك فوا لا باز الثانية اللي هي ا دو موان على لاسيد الاولاني في لاسيد الثاني. دونك هنا باش نتفاهمو، هادو عندهم نفس التركيز، يعني نفس التركيز. حنا شكون تفاعل لينا؟ تفاعلت لينا هادي، يعني هادي تفاعلات مع هادي، عندهم نفس التركيز نفس كمية المادة، وهادو راه عندهم نفس اكس اكيليبر. دونك غادي تختزل هذا مع هذا وهذا مع هذا، وتعطينا اللوغ ديال واحد اللي هو زيرو. دونك بي اش راه نبرها ليكم بي كا ا زائد بي كا ا دو. دونك بي كا ا دو هي جوج في بي اش ناقص بي كا ا. داكو علاش؟ لان حنا الا خلينا من جدول سي اش سي او او موا راه كتساوي نفس سي اش 3 سي او 2 اش. اش كتساوي ليا؟ كتساوي اكس اكيليبر على في توتال، و اش سي او اش كتساوي التركيز ديال سي اش 3 سي او 2 موا كتساوي هي كمية المادة البدئية ناقص اكس اكيليبر على في توتال. هادشي علاش اختزلت. دونك نتمنى انكم فهمتوا هذا التمرين زوين زوين. الناس بالنسبه للعلوم الفيزيائيه اللي بغاو يزيدوا شويه في المستوى ديالهم كنصحكم بهذا التمرين.